مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نحن نلتقي من جديد في برنامج أهل المدينة، نعرض لكم حكايات المدينة وقضاياها وشخصيات لها بصمتها في الإبداع، فأهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة: مرض السرطان في اليمن، معاناة وحرمان. هيئة المساحة الجيولوجية وصلة التعدين في اليمن. شاب يطلق مبادرة لمساعدة طلاب جامعة عدن. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة، نعرض لكم من خلالها أهم ما حدث من أخبار وفعاليات خلال الأسبوع. تفقد مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني اليزيدي مستوى الانضباط والجاهزية الأمنية لأفراد وضباط شرطة الشعب، وشدد اليزيدي على ضرورة تفعيل دور أجهزة البحث الجنائي في التحري وضبط المطلوبين أمنياً ورفع الجاهزية الشرطوية بما يحقق الهدف المنشود في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع رجال الشرطة باعتبار الأمن مسؤولية جماعية. وحش يبتلع المئات من اليمنيين، معدل ضحاياه يرتفع عاماً بعد آخر. السرطان أسبابه وتحدياته قضيتنا لهذه الحلقة. مرض السرطان في اليمن بات بالنسبة لمئات المرضى بمثابة عقوبة الإعدام، كما تقول منظمة الصحة العالمية نظراً لتدني الرعاية الصحية في بلد دمرته الحرب. مرض السرطان لو أجا في حالات متأخرة يعتبر غير شافي، قاتل زي ما نحن نقول، لكن لو اتجهنا إلى الوقاية والمكافحة مريض السرطان ممكن الشفاء 90%. العدد فيه تزايد بس نحن نحاول إن نحدده. ليش؟ إن في يعني نحن ما نقدرش في زي المبيدات الحشرية هذه، نحن نحاول إن نكافح مبيدات الحشرية، المواد المصنعة، في أشياء يعني تكون بإكسباير منتهي يعني تعاطوها النساء وهكذا ما يسبب من هذا المرض. يعيش مرض السرطان معاناة دائمة تتسع دائرتها مع استمرار دوران آلة الحرب، الأمر الذي يضيق كثيرا من فرص الحصول على جرعات العلاج. الصعوبات أكثر حاجة صعوبات مادية، الصعوبات المادية هي أكثر حاجة يعني التي تعيقنا، لأننا في هذه المرحلة في وقت نحن ما نقدرش نعمل لأي حاجة يعني المريض، يعني في نحن إمكانياتنا محدودة، لهذا نحن نحاول إن يعني نستقطب الشرائح، كافة الشرائح إن يعني تكون تدعم المرضى، تدعم مرضى السرطان ولو يعني بالقليل. ممكن نحن الآن نوسع موضوع مكافحة السرطان بالعيادات التنقلية، في المجمعات، في المستشفيات، يعني مفروض المريض قبل ما نيجي إلى عندنا في حالات متأخرة مفروض يعني يكون في بداية المرض الشفاء يكون أقوى وأكبر. يحتاج مرض السرطان إلى الكثير من الرعاية والاهتمام صحيا ونفسيا، ويحتاج المجتمع إلى رفع الوعي للوقاية من هذا الداء المميت أو ما بات يعرف بالقاتل الصامت. مريض السرطان الآن يحتاج إلى الدعم النفسي والدعم المادي والدعم المعنوي، وزي ما كلمتك إنه بعض الأشياء تكون مش موجودة في اليمن، يضطر مريض السرطان يسافر خارج اليمن. إذا توفرت هذه الأشياء وهذه الفحوصات وهذه الأجهزة وهذه الأدوية في اليمن، هناك أطباء قادرين أن يسيطروا على هذا المرض. في جانب يعني توعوي هو للكشف المبكر للسرطان الثدي عشان يعني نحد من انتشاره أو تطوره لمرحلة لما لا نهاية. تبقى آمال الشفاء من السرطان مرهونة بمدى التكاتف المجتمعي والاهتمام الرسمي لتأمين العلاج للمرضى ومساعدتهم للتغلب على اليأس واستبدال الألم بالأمل. نرحب بالأستاذ إبراهيم أحمد علي بامفروش، القائم بأعمال مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان عدن، أهلا ومرحبا بك اليوم أستاذ. كيف تقيمون مدى انتشار مرض السرطان اليوم في عدن؟ بداية أهلا وسهلا بكم وزيارتكم هنا في المؤسسة وطلتنا في هذا البرنامج الجميل. بالنسبة لمرض السرطان وانتشاره سواء على مستوى عدن أو على مستوى البلاد،
في الآونة الأخيرة انتشر بشكل كبير، وهذا ملاحظ من خلال المسجلين في المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان أو المستفيدين من خدماتها، وهذا يرجع لعدة أسباب، منها طبعاً الحرب، ومنها التغذية، وعدم توفر علاج، وإن توفر علاج توفر بتكاليف باهظة جداً. لذلك أصبح في الفترات الأخيرة المريض السرطان شكل معاناة كبيرة، يعني سواء من ناحية بحثه عن العلاج أو بحثه عن الأشياء التي تتعلق بالتقييم بجانب الأشعة أو الفحوصات المختبرية. هل لديكم إحصائيات بعدد مرضى السرطان اليوم في عدن؟ طبعاً بالنسبة للإحصائيات عن مرض السرطان، كما هو ملاحظ عالمياً أن المرض ازداد انتشاراً ما بين فترة وفترة، أصبح انتشاره كبير سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي، وخاصة نحن كما ذكرنا آنفاً بعد فترة الحرب. لكن الملاحظ أنه عندنا هنا مسجل إحصائيات، وقد لنا برنامج طبي موجود في المؤسسة مسجل فيه عدد المستفيدين أو الزائرين الذين يزورون المؤسسة ويستفيدون من خدماتها. نحن طبعا نسعى في المستقبل القريب ان شاء الله ان نوحد الجهود مع مركز ابحاث السرطان في جامعه او في كليه الطب، حتى نحاول قدر المستطاع ان نوجد احصائيه ولو شبه محدده عن مرض السرطان وانتشاره. استاذ ابراهيم، ذكرتم بان مرض السرطان يزداد سنه بعد اخرى، في رايكم ما هي الاسباب لازدياد معدل الاصابه بهذا المرض؟ طبعا الاسباب كثيره لزياده مرض السرطان، طبعا حتى مذكور عالميا سبب مرض السرطان هو يرجع للشيخوخه او تقدم السن والنمو الاقتصادي المتزايد خاصه في الفترات الاخيره بشكل عالمي او بشكل محلي. لكن هناك اسباب رئيسيه كما يذكر الجانب البحوثات اللي هو تعاطي الطبغه والتدخين وجانب الكحول وغيرها طبعا من المواد المسرطنه والاشعه الفوق البنفسجيه، وذلك كذلك تعاطي المخدرات او كذلك التجنب او الرياضه، التغذيه الغير صحيحه في الفترات الاخيره، لا تتوفر التغذيه الصحيحه اللي تساعد من الوقايه من تجنب مرض السرطان. لذلك نحن حريصين في المؤسسه ان نسعى ان نوعي الناس بالتغذيه الصحيحه من جانب الرياضه، الدخول والخروج مع الناس وعمل البرامج الترفيهيه هذه اللي خلي الناس تخرج من التفكير بالاكتئاب وولاية الحرب اللي تساعد على انتشار السرطان. طبعا المعلومات كلها تذكر ان الاكتئاب سبب كذلك رئيسي انه يساعد يجعل من الشخص او الفرد انه لا يتغذى بشكل او لا يستطيع ان ياكل الاكل الصحيح او يعمل الرياضه الصحيحه او ينتشر، لذلك ساعد هذه اسباب رئيسيه تساعد على مرض السرطان. ما هي الجهود التي تبذلها المؤسسه الوطنيه لمكافحه السرطان لدعم مرضى السرطان؟ طبعا نحن في المؤسسة منذ العام 2007 على مدى 12 عاما كل سنة تزداد خدمة مريض السرطان وتزداد الاستفادة من مريض السرطان من خدمات المؤسسة، والجهود الحمد لله متواصلة، وفي كل عام نقدم برامج متنوعة تتعلق برامج المؤسسة. طبعا لو جينا نتكلم عن برامج المؤسسة، نحن في المؤسسة نعمل على 4 محاور، محور تتعلق بالمجتمع، محور تتعلق بمريض السرطان. بالنسبة للمحاور المتعلقة بالمجتمع، المحور الأول محور التوعية والتثقيف الصحي، وهذا يتمثل من خلال النزول للمدارس، النزول للجامعات، النزول للمرافق الحكومية والخاصة، النزول لبعض المساجد، ونعمل من خلالها برامج توعية وتثقيفية عن أسباب السرطان وطرق الوقاية منه. البرنامج الثاني أو المحور الثاني يتعلق بالمجتمع، معانا هنا عيادات الكشف المبكر عن سرطان الثدي العيادة الوردية، وخلالها يتم استقبال الزائرات بشكل عام وعمل الفحص الدوري أو فحص الثدي. كذلك ما يتعلق بالمجتمع، معانا هنا عيادة الجهاز الأشعة لمرض الجلدية، من خلالها استقبال كل مرض الجلد ومريض سرطان الجلد بشكل خاص. بالنسبة ما يتعلق خدمة مريض السرطان من محاور المؤسسة، نخدم مريض السرطان طبعا من خلال العلاجات إن توفرت بشكل مجاني، نخدمه بالأشعة المقطعية الدورية، الفحوصات المختبرية، المستلزمات الطبية، كذلك إذا احتاج تذاكر السفر لخارج المحافظة لعمل الجهاز الإشعاعي نخدمه بتذاكر مجانا. كذلك ما يتعلق بخدمة المريض، نخدم المريض بالعطاء الاجتماعي والدعم النفسي. العطاء الاجتماعي المتمثل طبعا بالسلة الغذائية، توفرت اللحوم، البطانيات وغيرها من الأمور، الدعم العيني لمريض سرطان، وكذلك الدعم النفسي من خلال البرامج الترفيهية اللي تساعد على انتشار مريض السرطان من الهم الذي هو فيه من سبب المرض. نعم أستاذ إبراهيم، بصورة تقريبية كم عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة؟ طبعا في العام السابق اللي عمل منصرم عام 2018 استفاد ما يقارب 8000 يعني 7900 سواء من عيادات الكشف المبكر او عيادات الجلد او الخدمات الصحيه، بتكلفه ماليه طبعا بلغت 46,900,400 ريال، وقسمها طبعا ما بين علاجات، اشعه مقطعيه، فحوصات مختبريه كما ذكرت، ومستلزمات طبيه. ونسعى ان شاء الله في العام 2019 ان يزيد عدد المستفيدين وان يزيد الخدمات التي تقدمها المؤسسة على مستوى المجتمع كما ذكرت أو على مستوى
مريض السرطان. هل هناك تنسيق بينكم وبين مراكز مكافحة السرطان الأخرى في عدن؟ على سبيل المثال مستشفى الصداقة ومستشفى الأمل؟ طبعاً نحن هنا في المؤسسة نستقبل كل المحولين سواء مستشفى الصداقة مركز الأورام في مستشفى الصداقة أو في مستشفى الأمل. طبعاً المريض يحتاج أحياناً الأشعة فحوصات لا تتوفر هناك. يأتي المريض إلى المؤسسة ويتم تسجيله أول مرة ويأخذ بياناته من ثم نساعده ونحوله للمراكز الخاصة. كون هذه الفحوصات المختبرية المتعلقة بمريض سرطان أو الأشعة السي تي سكان هذه المقطعية لا تتوفر في المراكز الحكومية بشكل عام، مما يضطر المريض طبعاً لعملها في مراكز الخاصة وتكلفه بتكاليف هذا. نحن نعمل على مساعدة المريض المحول سواء من مستشفى الصداقة كما ذكرت أو من مستشفى الأمل. أي الفئات العمرية أكثر إصابة بمرض السرطان؟ يعني هل مرض السرطان يستهدف فئات عمرية معينة؟ طبعاً الفئات دائماً مصابة بمرض السرطان تتراوح ما بين عمر 40 إلى عمر 50. طبعاً الرجال دائماً المرض المنتشر عندهم سرطان القولون أو سرطان الرئة بشكل كبير جداً. بالنسبة للنساء طبعاً سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. طبعاً في الفترة الأخيرة ولوحظ يعني من خلال عيادتنا عيادة الوردية الكشف المبكر أن هناك حتى سن بين النساء يمكن بسبب الحرب بسبب الأوضاع الراهنة تناقص العمر، يعني يمكن بدأ من 30 و 40 ولوحظ بعض من النساء اكتشف عندهم هذا المرض. طبعاً من خلال العيادة الوردية نحاول قدر المستطاع أن نحجم هذا المرض أو نساعد على الكشف مبكراً وعلاجه مبكراً. ونتمنى أن نعمل دراسات في الفترة القريبة العاجلة عن سبب يعني بدأ يعني انتشاره بهذا العمر ما بين السن 30 إلى 40، لكن عادة هو من عند سن 40 إلى سن 50 يبدأ هذا المرض. في رأيكم ما هي أسباب انتشار مرض السرطان كذلك بين أوساط الأطفال؟ يعني اليوم الأطفال المصابين في مرض السرطان أيضا يعني في تزايد. طبعا بالنسبة للأطفال أو انتشارهم أو انتشار المرض في أوساطهم هذا راجع طبعا زي ما ذكرنا من اسباب السرطان هي المواد المسرطنه او المعلبات هذه اللي انتشرت. طبعا الان للاسف بعض بدات تدخل بعض الاشياء الغير يعني غير لا تخضع للرقابه الصحيه في البلاد بسبب الاوضاع. طبعا للاسف الاطفال او الاولاد يذهبوا لشرائها واستخدامهم لا عندهم اي معلومات عن هذا الامر. وللاسف كما ذكرت انفا لا يوجد كشف مبكر وسريع، يعني يروح الطفل او ده حمى او غيرها من الامراض بينما هو يكون سرطان. في حالة مثلا معرفتكم بأن مثلا مجموعة من الأغذية التي دخلت البلد هي مسرطنة، هل لديكم علاقة مثلا أو يتم الإبلاغ عنها إلى مركز المقاييس الجودة والمقاييس في عدن؟ والله هذا الأمر لا نفكر فيه في هذا العام، في عام 2019 ذكرت سابقا أن احنا نحاول أن نتوسع بأكثر مجال سواء بالإحصائيات أو بالجانب الحكومي ربط الأمور أو ربط الأشياء اللي تسبب السرطان وتساعد على انتشار مرض السرطان من هذا الأمر. لذلك في توجد بعض المقترحات لهذا الأمر ونحاول قدر المستطاع أن نوحد الجهود الشعبية أو الجهود منظمات المجتمع المدني كوننا إحدى لافتات منظمات المجتمع المدني إلى جانب الجهود الرسمية لعمل الحلول لمثل هذه المشاكل إن شاء الله. في رأيكم لماذا لا توجد الكثير من مؤسسات مكافحة مرض السرطان في عدن؟ يعني تكاد المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان تكون المؤسسة من منظمات المجتمع المدني الوحيدة التي تعنى بمكافحة مرض السرطان ودعم مرض السرطان كذلك. طبعا أزيدك عدومش على المستوى عدن، نحن نعمل على مستوى عدن والضالع ولحق وأبين، طبعا أربع المحافظات هذه. وأحيانا طبعا الآن بسبب النزوح بسبب الأوضاع يأتون من تعز يأتون من الحديدة يستفيدوا من خدمات المؤسسة. نحن في المؤسسة ما ذكرت سابقا نعمل من عام 2007 وكل سنة نحاول قدر المستطاع أن نقدم خدمة متميزة لمريض السرطان. لماذا لا تشتغل أو لماذا لا تدخل بعض الجهات؟ زي ما ذكرت أن تكاليف مرض السرطان باهظة جدا، طبعا يحتاج لها دراسات ويحتاج لها جهد جبار حتى تلاحق قدر المستطاع أن تعالج مرض السرطان أو أن تساعد على خدمتهم. نحن كمنظمات المجتمع المدني طبعا نوحد الجهود الشعبية، نحاول قدر المستطاع نوحد الجهود الشعبية إلى جانب الجهود الرسمية لمحاولة قدر المستطاع محاربة هذا المرض، لأن الجهود الرسمية أو الحكومية لا تستطيع لحالها طبعا محاربة هذا المرض. المرض هذا يشكل دائرة واسعة كبيرة، يشكل انتشار أكبر، ليس كمرض الكوليرا أو المرض الأخرى التي يمكن علاجها في فترات مؤقتة. مرض السرطان يستمر يعني في استمرارية دائمة ويحتاج المريض ما بين فترة وفترة لعمليات التقييم، لعمليات الفحوصات، لعمليات الأشعة وغيرها من الأمور التي تكلف الجهات التي تتعامل في هذا المجال تكاليف باهظة جدا. كيف تقيم الوعي المجتمعي عن مرض السرطان؟ طبعا الوعي المجتمعي سابقا ما كانش بذاك الوعي. نعم طبعا لا نقول أن المؤسسة هي غطت كامل المحافظات أو كامل محافظات عدن،
لكن مثل ما ذكرت نحاول قدر المستطاع أن ندخل أكثر، سواء خلال البرامج الترفيهية أو خلال البرامج التوعية وغير البرامج، أن نوصل رسالة المريض، أن نوصل رسالة المرض، أن نوصل رسالة الأسباب وطرق الوقاية. نلاحظ طبعا من خلال الزائرات أو الذين يبحثون عن الكشف المبكر أو المطلعين على خدماتنا أنه في وعي، حتى لما نعمل بعض البرامج أو الأنشطة في الفترات الأخيرة نلاحظ في تزايد، في استقبال، في تفاعل من خلال المجتمع، ونتمنى أن يزيد ذلك الوعي. طبعا نحن عدينا في بداية العام الآن عدينا برنامج توعوي متكامل أو مشروع متكامل عن برامج التوعية، ونحاول قدر المستطاع أن نروج له لبعض الجهات الخارجية والمحلية حتى تتكفلوا. هذا سيسهل يعني كثير، بدل ما نسعى نوفر العلاجات ونوفر الأشياء الباهظة، نحن كيف نغلق حنفية أو نغلق مجال السرطان من الانتشار من خلال هذه البرامج التوعية إن شاء الله. ونتمنى أن يتم رعايتها أو أن يتم توحيد الجهود في هذا البرنامج ونتحرك فيه إن شاء الله في منتصف العام هذا أو خلال الشهرين ثلاثة الأشهر القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. هل ترون فعلا لأن لهذه البرامج التوعوية دور فعال في توعية المجتمع والتقليل من فرص الإصابة بمرض السرطان؟ طبعا نحن مثل ما يقال القاعدة هي الوقاية خير من العلاج، نحن نستخدم قاعدة أخرى هي بالكشف المبكر تستطيع القضاء على هذا المرض. يعني الدراسات كلها تشير، دراسات المحلية والدراسات الخارجية، أنه كلما كان الاكتشاف مبكرا كلما كان فرصة القضاء على المرض أو معالجته سهلت سهل العلاج، وكلما كان اكتشاف المرض مؤخرا أو متأخر كلما ساعد هذا لانتشار المرض أو موت الشخص المريض السرطان. لذلك نحن لما نعمل هذه البرامج التوعوية، البرامج التثقيفية، نحاول قدر المستطاع أن نساعد الناس أنهم يعملوا يعملوا الكشف المبكر، سواء عبر عيادتنا أو عبر المرافق الصحية بشكل عام أو من خلال تجنب الأشياء اللي تسبب مرض السرطان. هل هناك حالات شفاء شاهدتموها أستاذ إبراهيم؟ طبعاً نحن نعمل في المؤسسة منذ العام 2007 يمكن أكثر من 10 سنين، هناك حالات كثيرة الحمد لله، بعضها شفيت وبعضها في طور العلاج إن شاء الله أو تسمى تحت العلاج أو ناقي أو ناقيات أو ناقين من السرطان. طبعاً بعضهم مسجلين، بعضهم نستهدفهم. طبعاً في شهر أكتوبر الماضي عملنا برنامج ترفيهي أو دعم نفسي للناقيات من سرطان الثدي وبعض اللي تتشافوا. طبعاً هذونا المسجلين عندنا هنا ضمن العيادة الوردية أو ضمن الخدمات الصحية، نستهدفهم في كل أي برنامج طبعاً أو مساهمات مثلاً عينية نستهدف، سواء مع المرضى أو نستهدف المشافين. هذونا اللي نتشافوا أو في طور العلاج مقيدين هنا في المؤسسة معانا، ونعمل لهم برامج ترفيهية ما بين فترة وفترة، ونعمل لهم زيارات أو تهاني اللي تكون في المناسبات الصحية. الكثير من الناس في المجتمع لديهم فكرة بأن مرض السرطان إذا أصاب شخص حتى وإن شفي منه فإنه سوف يعاوده من جديد، ما مدى صحة هذه الفكرة؟ طبعاً هو للأسف شيء يوضح شيء اللي هو عند الناس أصبح أو عند الفرد الذي يصاب بالمرض أو العائلة الذي يصاب يعني شخص منها أو فرد منها بمرض السرطان، خلاص يحكم عليه بالإعدام أو أنه خلاص انتهى هذا المريض. لا طبعاً مرض السرطان لا يعتبر حكمه حكم الإعدام، بل إنه مريض السرطان متى ما اشترك مع الناس. الصحة العالمية هي التي قالت بأن مريض السرطان في اليمن كأنه هو المحكوم بالإعدام. هو ذكر أن منظمة الصحة العالمية لما ذكرت هذا الأمر أو التقرير هو كون الوضع الراهن في البلاد، طبعاً يحكم عليه بالإعدام يمكن في المناطق التي ما زالت حتى الآن تعاني من ويلات الحرب بسبب عدم توفر علاجات أو توفر مراكز صحية قريبة من هذه المناطق التماس أو المناطق اللي ما زالت تعاني في ويلات الحرب. لكن المناطق الأخرى لا زال مريض السرطان الذين يستفيدون من خدمات المؤسسة، بعضهم قد وصلوا لمراحل متقدمة في العلاج، وبعضهم زي ما ذكرت أنفا يعني قد شوف فيهم من هذا المرض، وبعضهم في طور العلاج، وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل. لذلك نحن لا نقول إنه بشكل عام مرض السرطان هو حكم الإعدام وحكم الموت النهائي، لا، ما زال المريض عنده فرصة للعلاج، فرصة لأنه يعيش بين وسط المجتمع، يعمل الرياضة زي ما قلت، يعمل تغذية صحيحة، وإن شاء الله وكلهم بمقادير الله سبحانه وتعالى الإنسان يكون إيمانه سواء مريض السرطان أو الأسرة اللي يصاب فيها مريض السرطان تكون إيمانها بالله قوي، تعمل بالأسباب والله سبحانه وتعالى سيكتب إن شاء الله بإذنه العلاج. البعض يظن بأن مرض السرطان كذلك وراثي، هل ممكن أن تفهم يعني المجتمع من خلال هذا اللقاء حقيقة أنه مرض السرطان هل هو وراثي أم لا؟ طبعا لما تقرأ أنت بأسباب مرض السرطان يذكر طبعا بعضه عوامل وراثية، لكن مش دائما هي طبعا مذكورة من ضمن أسباب مرض السرطان، تكون هناك عوامل وراثية، الجد أو الخال وغيرهم ينتشر بينهم. لكن هذا مثلا الآن أنا أبي أو عمي أو لا قدر الله مثلا مريض، الأصل أنه كأفراد عائلة الأصل كلهم يعملوا الفحوصات الدورية، هذه من المراكز الصحية المستشفيات يعملوا الفحوصات الدورية الدائمة
حتى لو مثلا لوحظ اي شيء من هذا من القبيل من هذا المرض يمكن علاجه وشفائه، لكن مش سبب رئيسي او سبب يعني دائما اذا كان مثلا احد من العائله انه مريض يكون الفرد الثاني مريض. استاذ ابراهيم، ما هي خطط وبرامج المؤسسه الجديده لمكافحه السرطان ودعم مرضى السرطان؟ طبعا احنا في العام 2019 نتمنى ان يكون عام غير العوام السابقه، يعني وبذلك احنا عملنا عده دراسات سواء فيما تخص مجال التوعيه والتثقيف الصحي او مجال الخدمه الصحيه. زي ما ذكرت سابقا انه في مجال التوعيه عدينا دراسه كامله ومشروع متكامل يتعلق بالتوعيه سواء في المدارس او الجامعات او المرافق الحكوميه، كيف التوعيه تكون بشكل مستمر ونتعاقد مع بعض الجهات يكون فيها توعيه. في الجانب الخدمي والجانب الصحي عدينا كذلك دراسه كامله ومتكامله في العلاجات في الاشعه وفي الفحوصات حتى يستفيد مريض السرطان بشكل اوسع وافضل، خاصه في وجود الان المنظمات اللغاتيه اللي تعمل على دعم مريض السرطان. اهم ركن اللي هو اهم مشروع نحن نسعى له مشروع الكشف المبكر، هذا اللي هو يساعد من صدق بجد على اللي تعاني منه طبعا البلاد انه لا يوجد كشف مبكر سريع. نسعى طبعا لفتح مشروع كشف مبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم خلال يمكن الاشهر، خلاص اعتمدت لنا الاجهزه بس تبقى بس الميزانيه التشغيليه والمكان، ان شاء الله الى رمضان او قبل رمضان القادم ان شاء الله يكون افتتاح هذا المشروع، وهذا سيساعد الكثير من التخفيف من انتشار هذا المرض ان شاء الله. كيف لمستم مستوى التفاعل المجتمعي مع هذه البرامج الجديده؟ الحمد لله احنا عملنا فعاليه قبل كما ذكروا في التقرير، طبعا فعاليه اللي هو اليوم العالمي للسرطان، كان تفاعل جميل جدا خاصه في هذه الاوضاع، كان تفاعل جميل وحضور رائع من الناس. عملنا في شهر واحد تدشين وكان حضور برضه رائع، عملنا في شهر اكتوبر كان الشهر العالمي للتوعيه بسرطان الثدي كان الحضور مميز برضه من النساء وبشكل عام. نسعى برضه نعمل عام 2019 كما ذكرت انه يكون برامجهم متميزه وغير البرامج السابقه، ونتمنى ان المجتمع من خلال الان البرنامج هذا ومن خلال المستمعين والمشاهدين انه يتفاعلوا مع البرامج هذه التوعيه، هذه تساعد طبعا للتخفيف من مرض السرطان. هل يوجد دعم حكومي او دعم دولي للمؤسسه الوطنيه لمكافحه مرض السرطان؟ طبعا هذا اللي يؤسفنا، يعني للاسف لا يوجد دعم ثابت او دعم حكومي او دعم حتى خارجي للمؤسسه، اللهم كله في عبر جهود اهل الخير الفاعلين الخير مثل ما يقال، المبالغ البسيطه، لكن نحن الحمد لله ولله الحمد بالقليل استطعنا ان نعمل الكثير. يعني مثل ما ذكرت انه رغم ان التكاليف باهظه جدا الا بواقع خبراتنا السابقه استطعنا قدر المستطاع بالتكاليف هذه البسيطه ان نخدم مرضى السرطان وان نخدم المجتمع كذلك بشكل عام، ونتمنى من خلال هذا اللقاء ان من يستمعون ان يلفتون الى هذه الشريحه هذه بحاجه الى دعم كبير جدا، مش دعم فقط للمؤسسه، دعم اكبر من هذا. ونتمنى ان اهل الخير سواء في الداخل او الخارج عبر مؤسستنا او عبر اي جهه ان يدعموا هذه الشريحه، لكن كدعم رئيسي ثابت سواء حكومي أو خارجي أو مثلاً دعم ثابت لا يوجد للأسف. هل تأثرت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعد حرب الانقلاب في 2015 في عدن؟ طبعاً نحن بعض الأشياء أو بعض الخدمات الصحية اللي كنا نقدمها للمريض قبل الحرب بشكل مجاني بحث لا نستطيع الآن صراحة أن نقدمها بسبب لا يوجد التجار الكبار الآن أغلبهم خارج البلاد، وكذلك بعض المنظمات لا زالت لم تلتفت للمؤسسة وتخدمها، كذلك الجهات الحكومية، لذلك بعض الخدمات مش ما لا نقول انها اوقفناها، لا جعلنا من المريض بدل ما يتحمل التكلفه كامله بالمراكز الخاصه نساهم بجزء من المبلغ والمريض يساهم بجزء من المبلغ، بينما كانت هذه الخدمات في السابق قبل الحرب تكون للمريض بشكل مجاني خاصه في جانب العلاجات او بالجانب الاشعه والفحوصات المختبريه. نعم، حدثنا قليلا عن حمله سابدا عامي بخير. حمله سابدا عامي بخير حمله طبعا من ضمن الحملات التي تقوم فيها المؤسسه على مدار العام، هي حملة جميلة جدا، كيف يستفتح الشخص أو الفرد بداية عامه بعمل خير وعمل خير مع مرضى السرطان. طبعا الحملة تستهدف كل شرائح المجتمع، تستهدف التاجر بربح يوم، تستهدف الموظف براتب يوم، تستهدف الطالب بمصروف يوم، تستهدف الكل حتى منهم ربات البيت ونساء البيوت بمصاريف حق البيت بمصروف يوم. طبعا مصروف يوم ايش هو في العام كامل، لكن هذا مع هذا مع هذا مع هذا يساعد الكثير ويخفف من الكثير، لذلك الحمد لله بدأناها تدشين جميل جدا على مستوى المحافظة. نتمنى لازلنا مستمرين فيها الآن، نحن في بداية شهر فبراير لازلنا مستمرين في هذه الحملة، نتمنى أن الكل يبدأ عامه بخير لصالح هذه الشريحة شريحة مرضى السرطان. ختاما أستاذ إبراهيم، رسالة تودون قولها من خلال هذا اللقاء؟ طبعا الرسائل كثيرة فيما يخص مرضى السرطان أو فيما يخص المؤسسة،
بس أنا أوضح شيء، أنه نحن في المؤسسة كما ذكرت أتينا لنوحد الجهود الشعبية إلى جانب الجهود الرسمية حتى تضافر الجهود كلها لساعدة مريض سرطان. لذلك نحن نحرص من خلال هذا اللقاء الجميل وهذا البرنامج الطيب أن يتضافر الجميع بما فيهم رجال الخير وبما فيهم منظمات الإغاثية سواء المحلية أو الخارجية، بما فيهم الجانب الحكومي، أن يقفوا جميعا صفا واحدا لمساعدة هذه الشريحة. الشريحة هذه بصدق أو بجد بحاجة ماسة للنظر لها لمساعدتها من خلال جميع الخدمات سواء العلاجات أو الأشعة أو الفحوصات، كونها أصبحت تشكل تكاليف باهظة على مريض سرطان، وأصبحت بعضها لا تتوفر سواء في المراكز الحكومية أو حتى في أماكن المحلات التجارية، وإن توفرت في المحلات التجارية توفرت بتكاليف باهظة جدا. لذلك من خلال هذا المنبر أتمنى أن يقف الجميع، نحن لدينا مشاريع جاهزة ومرتبة خاصة بهذا الأمر، نتمنى من الجميع أن يلتفت لهذه الشريعة للشريحة مرضى السرطان، أن يقفوا صفا واحدا لمساعدة إخوانهم مرضى السرطان. أتمنى التوفيق للجميع، ونحن بإذن الله في المؤسسة مستمرون في خدمة المرضى ومعنا كل محبي الخير. ننطلق من شعار قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أستاذ إبراهيم أحمد علي بامفروش، القائم بأعمال مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ترفض الوطن بالكثير من الأبحاث والدراسات التي من شأنها إنعاش الاقتصاد. حكايتنا لهذه الحلقة. لطالما عرفت اليمن بتنوعها الجغرافي وامتلكت مزايا جيولوجية وثروات معدنية، كانت ولا زالت تشكل عوامل جذب للسياحة والاستثمار. منذ إنشائها مطلع سبعينيات القرن الماضي، عملت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية كأحدى الوحدات الأساسية في وزارة النفط وكأداة للتنقيب عن المعادن وتقديم الدراسات البحثية المتعلقة بعلوم الأرض. تمتلك هيئة المساحة الجيولوجية خرائط مختلفة الأنواع والمقاييس، هي نتاج دراسات جيولوجية مثلت مشاريع استراتيجية تنموية في مجال استكشاف النفط والمعادن، تحليل آبار المياه والتربة وأنواع الصخور. تكمن أهمية الهيئة ودورها الحيوي في كونها بوصلة التنمية الاقتصادية في العمل البحثي الاستثماري للثروة المعدنية عبر كادر فني متعدد التخصصات يتوزع على عموم المحافظات. يتركز عمل الهيئة في التنقيب عن المعادن وتحديد مواقعها وامتدادها ومواقع أعماق المياه وأحواضها وتنفيذ دراسات التربة وتقييم مواقع السدود والحواجز المائية. جانب ذلك، تعمل الهيئة على دراسة الصخور وتحليل العناصر المشعة فيها وإجراء التجارب المختبرية الخاصة بخامات المناجم والمحاجم.
رغم شحة الإمكانات، إلا أن هيئة المساحة الجيولوجية تقدم فرص التدريب لطلاب كلية النفط للتعرف على خلاصة التجارب في مجال الثروة المعدنية. استمرار عمل الهيئة وتحديث نشاطها بما يتواكب مع تقنية العصر سيفتح آفاقاً جديدة في مجال التعدين ويعزز مكانة اليمن الاقتصادية محلياً وعالمياً. وليد مؤسس مبادرة لي ولغير الطلابية، مبادرة جديدة الفكرة عميقة الأثر، بنتابع. مدفوعاً بحب الخير واستشعار المسؤولية، بادر محمد وليد إلى تأسيس مبادرة طلابية لمساعدة زملائه في كلية الآداب بجامعة عدن وتقديم العون للطلاب المستجدين، وكان له ما أراد. مبادرة لي ولغيري الطلابية جاء هذا الاسم من معاناة أحد الطلاب اللي هو أنا. يعني أنا كطالب جامعي دخلي محدود، فيعني يلا ان انا اجي الكليه وعندي فلوس المواصلات ذهاب واياب، فتكاليف هذه الملازم او المراجع الدراسيه في الجامعه لا يخفى عليكم وعلى مشاهدينا الكرام، تكاليف هذه الملازم مرتفعه جدا. فانا كطالب يعني لا امتلك القدره ان انا اوفر هذه الملزمه. لي ولغيري مبادرة طلابية تعمل على جمع الملازم المستخدمة بعد انتهاء كل ترم دراسي في كلية الآداب ليستفيد منها طلاب آخرون خصوصاً ذوي الدخل المحدود. عملت استطلاع رأي بعض الطلاب في الكلية، لماذا لا تدخلوا هذه المحاضرات الدراسية؟ يقول لك أنا ما عندي ملزمة. ليش ما عندك ملزمة؟ يا أخي الملزمة هذه غالية، تكاليف الملزمة غالية. فتبلورت في بالي على طول فكرة مبادرة أسميتها مبادرة لي ولغيري الطلابية. هذه المبادرة تعمل على جمع الملازم المستخدمة من الطلاب. إحنا كطلاب عادة ندخل قاعة بوابة الامتحان نرمي هذه الملزمة. قلت أنا شفت الكم الهائل بعد كل امتحان، كم الهائل من هذه الملازم مرمية في جنب قاعة الامتحانات. عملت على تجميع هذه الملازم وإعادة تدويرها وحطها في المبادرة في مكتبة، صممت مكتبة صغيرة كذا في كلية الآداب ودرج خاص لمبادرة لي ولغيري الطلابية. عملت على تجميع هذه الملازم ووضعها وتقسيمها في هذا الدرج، والمراجع أيضا المراجع سعرها مرتفع، فأنا كطالب وهذا كطالب وهذا كطالب لا يستطيعون شراء هذه الملزمة. عملت استطلاع الرأي وقلت للطلاب ليش ما تدخلوش هذه المحاضرات؟ يقول لك أنا ما عندي ملزمة. وعادة الدكتور لما تدخل وما عندك ملزمة يقول لك أوت، خارج المحاضرة، تخرج على طول لأنه ما عندك المحاضرة، ما عندك الملزمة، ما عندك الشيء الأساسي اللي بتتابع فيه الأستاذ أو الدكتور. فتبلورت في بالي هذه المبادرة، مبادرة لي ولغيري الطلابية. قوبلت المبادرة بالترحيب والإعجاب وحظيت بالتفاعل الكبير في أوساط الطلاب وأساتذتهم، ومنحت درجة الامتياز كمشروع تخرج تقدم به محمد وليد باعتبارها أسهمت بشكل إيجابي وفعال في تشجيع الطلاب على الانتظام في المحاضرات وبناء روح التعاون والإخاء بين الطلاب. و
وجدت تفاعل كبير من قبل الطلاب لتنفيذ هذه المبادرة. عملوا على تجميع ملازمهم المستخدمة، حتى في طلاب يعني قال لي أنا عندي ملازم كثير في البيت مرمية ما أستفيد منها، إيش رأيك يا محمد أجيبها للمبادرة هذه وأجيبها لوجه الله؟ يعني هو أولاً عمل تكاتفي تعاون بين الطلاب، هذا يزرع روح المحبة والتعاون والتكاتف بين الطلاب. يعني أنا لو أعطي لطالب أجي أقول له أنت ليش ما اشتريش ملزمة، هذا إحراج. يعني قد يقول لي أنا ما عنديش الإمكانية، لكن يطلع الطالب لوحده للمكتبة ويأخذ الملزمة اللي يستفيد منها ويتابع الدكتور من الملزمة نفسه فيوجهها على طول إلى الدرج المبادرة. الصعوبات وجدتها ضعف الإمكانيات المتاحة لدي أنا كطالب، أنا ما زلت طالب يعني إمكانياتي محدودة، ولا أنا في فكرتي وفي بالي أن أنا أطور من هذه الملزمة واشتغل عليها أكثر من هذه المبادرة وهذا المشروع، لكن يعني كنت أشتغل في كاميرا واحدة وكنت أشتغل لوحدي. طبعاً مناقشة المشروع التخرج اشتغلت هذا المشروع كامل لوحدي دون أي دعم، دون أي، فقط تجاوب الطلاب في أخذ ملازمهم واستفادوا من هذه الملازم. ضعف الإمكانيات على الرغم من اتساع الفكرة من أهم التحديات التي حالت دون تطوير مبادرة لي ولغيري وتوسيعها لتشمل جميع كليات جامعة عدن، لكن اليأس لم يعرف طريقاً إلى محمد وليد، إذ يسعى مستقبلاً إلى رفض المكتبات بالملازم الدراسية بصورة مجانية لتكون في متناول الجميع ومتاحة لكل من يحتاج إليها ولا يجد ثمنها. عمل دراسة كاملة لهذا المشروع، فكانت الدراسة لا تختصر فقط على كلية الآداب، هذه الدراسة أنا عملتها لجميع الكليات. قلت أولاً أبدأ بكليتي لأن أنا خريج من هذه الكلية، كلية الآداب قسم إعلام، فبدأت هذه المشروع فبدأت هذا المشروع في هذه الكلية، وأتمنى من الله أن يوفقنا في تكملة مسيرة ومراحل هذا المشروع. رسالة أخيرة أوجهها لكل طالب جامعي، أنت كطالب جامعي أخذ هذه الفكرة وحاول أن تبدأ فيها في كليتك، أنت في جامعتك، حتى تستفيد منها ويكون لك أنت البصمة في هذه الكلية. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.